هذا مؤمن بالقرآن ذا. ومرة واحد يقول لي يقول عندي ملاحظات على الشيخ أحمد الخليل. قلت له طيب ما شيء إشكال بنزور الشيخ أحمد الخليل والشيخ يتقبل الملاحظات. قال سأقابل لكن عندي شرط. قلت ليش شرطك؟ قال أن يكلمني كلام الند للند يعني راس براسه ولا يكلمني كلام الأستاذ للتلميذ. قلت له ما شاء الله. قال قلت له القرآن الكريم بسألك القرآن الكريم قسم الناس إلى قسمين. قال فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. سائل مسؤول. فاسألوا إن كنتم لا تعلمون أهل الذكر. فاسألوا أهل الذكر. فأنت ممن طولبوا بالسؤال ولا من أهل الذكر؟ قال هذا تقسيم قديم تو يعني يقول جهال وناس مثقفين وناس علماء ثلاثة. قلت أنت مثقف فيش أنت؟ قال أنا أصول فقه. أنا اقتنعت حقيقة أن الرجال عنده أصول فقه. ولما تناقشنا قلت ليش قرأت من كتب أصول الفقه؟ قال كتب الشيخ محمد الغزالي. الشيخ محمد الغزالي ما له علاقة بأصول الفقه البر. الشيخ محمد الغزالي المعاصر هذا ليس له علاقة بأصول الفقه. رجل مفكر له كتابات في قضايا الأمة. فتبين لأن الرجال أصلا ما يعرف إيش معنى أصول الفقه أصلا. أصول الفقه ما أعرف إيش معناها عنده ما أدري. قال أنتم انتهينا الكلام يقول أنتم تقدسون العلماء وهذا التقديس ما يجوز. قلت له بسألك لو قال قائل هذه الآية موجودة لو أن هذه الآية غير موجودة في القرآن وقالها قائل من عباد الله قال شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم. فشهد الله أنه هو أول الشهداء ثم الملائكة والثالث من العلماء يعني مرتبة منيفة شريفة. لو أن واحد قال هالكلام هل تعتبر هذا غلو ولا لا؟ قال لو أن ما في القرآن لو يقله الله لاعتبرته غلوا. لو لم يقله الله لاعتبرته غلوا. قلت وقد قاله الله فصار الغلو شرعا. قد قاله الله فإذا كان هذا غلو فقد قاله الله فصار هذا الغلو مشروعا.